السلام عليكم. سلام، خلاص كله تمام. معادنا الساعة واحدة بعد نص الليل، هتبقى خبطة العمر. بس يا خوفي بقى لأبو سريع يسبقنا ويلهف الطبخة لوحده. لا لا لا، ما تخافيش يا دليلة، العملية دي بتاعتنا احنا ومحدش هيجرؤ انه ياخدها مننا. يلا بينا. طب بس شوي. أول مرة أعمل فيها تأمين يا أستاذ فاضل. أنا مش عارف أنت أقنعتني إزاي. ما هو عشان ضروري يا بيه، عشان تطمن وتحط في بطنك بطيخة صيفي. أستأذن أنا. إن شاء الله بكرة الصبح أمر على سيادتك وأكون جهزت لك كل حاجة. وهو كذلك. نراك في خير. مع السلامة. مع السلامة. أمان الله. مع السلامة. السلام عليكم. تمام يا معلمة، بكرة الصبح كل ده هيبقى بتاعنا. بس خوف يا معلمة، خوف البيت دليلة والواد مفتاح وبصاص يسبقونا ويلهفوا شغلنا. من امتى كانوا بيسبقونا؟ حاضر يا معلمة، احنا نسبق. ها! انا مش هسكت. ما تسكتش. انا مش هستسلم. انا هنفجر. كل مرة اخطط وادبر وابو سريع ياكلها ولع. بصراحة انت اتهزقت يا مفتاح. احنا اتهزقنا. لا انت لوحدك. احنا اتهزقنا. لا انت لوحدك، انا ما اتهزقتش. احنا انت لوحدك. بالزلطة. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ بدل ما تقعدوا تعيطوا وتصوتوا وتولولوا زي الولاية، فكروا معايا في عملية جديدة عشان نرد بيها اعتبارنا وندي ابو سريع بالقلم على وشه. عندك حاجة؟ شايفة حاجة؟ طبعا حتة خزنة. انما ايه؟ خزنة الخواجة بشارة. خزنة مدروزة مجوهرات بطلع دليلة عليها. بس بشرط. ها؟ انا اللي هخطط المرة دي. عسل نحل الصبح 15 جنيه بس من البلد. ده عندك انت.
انك انت حبيبي. انت سرايك، انت سرايك. انت فين يا راجل؟ والله زمان يا راجل. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اقدم لك بقى الاستاذ فاضل نسيبي. احنا واخد بنت اختي. اهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ربنا تم بخير. الله يخليك. ربنا تم بخير. اهلا وسهلا. انما ايه بقى؟ خبير عالمي في التامينات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا اهلا. منور. اهلا وسهلا. والله منور. يا اهلا وسهلا. احنا بس عايزين نخدم يا فندم. انا تحت. الله يخليك. بقول يا فندم لو سمحت نقدر ناخد فكره يعني مجوهرات سيادتك تقدر بكام؟ والله شوف يا ابني هي ما تقلش عن مليون جنيه. الاستاذ عبد ربه كان قال لي ان خزنه سيادتك على احدث طراز. يا ريت يعني سيادتك تسمح لخبير الشركه يعينها. مجرد اجراءات انا واثق انها على درجه كبيره من الامان. مفيش مانع استاذ فاضل. حظك كبير. صديقي عبد ربه وصديق عمري مال مخي واقنعني اني لازم امن على مجوهراتي وكل املاكي. تحت امرك دايما. سيادتك تطمن وتحط في بطنك بطيخه صيفي. بعد بكره زي دلوقتي هكون تممت كل الاجراءات. البركه فيك يا استاذ فاضل. احنا بس عايزين نخدم. الله يخليك. مع السلامه. عن اذنك انا نسيت بشارتك. عبد ربه افندم. انت استاذ فاضل عازمين على العشاء بكره في المطعم اياه. انت عارف ان شاء الله المطعم اياه. مع الف سلامه. الله يخليك. نسيت بشارتك. الله يحفظك. مع السلامه عليكم. مع الف سلامه. انا نسيت بشارتك. السلام عليكم. مع الف سلامه. مع ¡Vamos!
السندوتشات وتروح. كل على بيت. يلا يا حبايبي. بكره البروفه يا جاكلين بقى. يا ترى ايه اللي بيحصل في شقة فاضل؟ يا ترى بيتخانقوا ولا عندهم فرح؟ يا اخواتي حجاني عايزة اعرف ايه اللي بيجرى. لا مفيش فايدة. ايش عجب يعني النهارده اللي لما هدومك وراكبه دماغك وعايزه تمشي؟ خلاص ما عدتش استحمل الشغل عندكم. ما بقاش يلز هيصه ودوشه وعيال وتررم تررم تررم. ايه ده؟ وبعدين بصراحه بقى ده دمه كتير على قلبي. وكل ده كل ده ب 100 جنيه اذا كان على الفلوس انا مستعديه ازودك 20 جنيه. ما يلزمنيش. يا سنيه يا سنيه ادي يا بنت امال انا يرضيكي يا سنيه اقعد كده هو ان شغل البيت ده كله انا هقدر اسد على شغل البيت لوحدي والعيال اللي بيجيبهم سامي. وكمان ما تنسيش ان بنت اخت البيت هتوصل من امريكا بعد اسبوع وجايبالك هديه حلوه قوي. ولو سلام عليك يا بنت استني ما اقولك. طب هزودك 30 جنيه. ما ينفعش. ايه طب 40 جنيه يا حن. 50 جنيه قلتي ايه؟ يا بنت يا سنية اوروفوار. لا ممكن. استني يا سنية استني يا بنت اسمعيني هزود لك ماهيتك وهجيب لك الباروكه اللي نمسك فيها. ايه قطعي قطعة سنية وسنين سنة. يا بيحكي معك اصبر. قول يا اخويا هو ايه اللي جرى؟ حصل ايه؟ طمني فهمني قول حاجه ارفع. هسال واقول لك. لا مؤاخذه انا داخل الست بهية. شوف بهية يا بهية. سامي ولد يا سامي. عفارم عليك يا ولد. بابا يعني ما انت زعلان مني؟ زعلان؟ لو انت فاكر انها كانت بتشتغل عندنا ده احنا يا ابني اللي كنا بنشتغل عندها. على فكرة ست افكار بتشحن الست الوالدة دلوقتي وحطت مناخيرها بموضوع الشغالة الجديدة. عندك حق يا بابا. يبقى اكيد الشغالة الجديدة دي هتيجي عاملة كده. يا خايبة وانتي خيل عليك الكلام ده برضه. طب انا اقطع دراعي اما كان جوزك سلط سامي عشان يطفشوا البت سنية الشغالة. احترم عليكي. لا 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 ما اظنش ابدا. وهيسلطوا ليه بس يا افكار؟ يا خايبة يا نايبة ما انتش عارفة ليه؟ انا اقولك اصل الرجالة كلها تندب في عينيهم رصاصة والبت سنية وحشة وما هيش غندورة. لا بقى بس مش معقول فاضل يسيب القمر ويبص للنجوم. لا 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 ما اظنش يا افكار ابدا ان فاضل يبص الليل. يبص ده يبص قوي. ما انا كنت عبيطة زيك كده في الاول لحد ما جوزي الاولاني لهفيته البت الشغالة. يعني عارفة زي بعضه؟ لهفته؟ ايوه يا حبيبتي لهفته. اعملوا حسابكم انتوا الاثنين مفيش لا اكل ولا شرب بعد النهارده الا لما تشوفوا لي شغاله جديده. انا نهبد حيل. يا وسطي يعني. وانت يا استاذ الاطفال يا اخويا اللي بتجيبهم يصوتوا هنا ويصرخوا قال ايه بيعملوا بروفيت غنى مش هيعتبوا باب البيت. انا مش ناقصه دوشه ووجع دماغ. اما اعمل البروفات فين يعني يا ماما؟ مش شغلي انا مش هخدم على اسطول. وانت يا سي فاضل؟ نعم يا بهية. النهارده تفوت عن مخدماتي لازم يشوف لنا شغاله باي طريقه. انا مش هقدر على الهم ده كله لوحدي. وحد يرضى بكده؟ خلال اسبوع هيكون عندك شغاله تانية.
انت اطمني خالص وحطي بطنك بطيخه صيفي، بس على شرط تكون بنفس المواصفات. مين البطيخه؟ لا الشغاله. طبعا لازم تكون بنفس المواصفات. مش دلوقتي، قلت لك بعد ربع ساعة تيجي هنا. لو لاحظت حاجة كده ولا كده ولا كده تدي شر. عيني مش مهم، عينك المهم نسرق الفيلا. هنولك بالزلطة. انت خايف يا مفتاح ولا خايف؟ هي دي أول مرة. المصيبة يا فالح إنها مش أول مرة. اتأكدتوا إن الفيلا دي هتكون فاضية؟ هديك بالزلط. الله، انت مش عارفاني ولا ايه يا دليلة؟ أنا البصاص، أنا راقبت وشفت كل حاجة بنفسي. ده أنا نظري ستة على ستة. نشنت يا فالح؟ مش قايل لك بتخش اللي بعد تلت ساعة؟ الله، نعمل ايه بس يا معلمة؟ هو أنا اللي سايق؟ ما أنت اللي سايق العربية برضه. أنا اللي سايق؟ أنت اللي سايق؟ مهم، لازم نسرق الفيلا دي. اطمن يا معلمة، أنا برضه الواد مرهومة ودي مش أول عملية نعملها. أما أشوف يا فالح. ما تخف ايدك شويه يا معلم. امال على فين كده؟ ما قلتلك عندي معايا. مع مين ان شاء الله؟ معاد شغل، هعمل بوليس التامين لراجل مهم قوي. تقوم تتقل الريحه بالشكل ده؟ هو الراجل ده هيكون لوحده؟ وبعدين معاكي، بطلي الاسئله الخايبه دي، كبري مخك شويه. كبره؟ يا حفيظ اللهم احفظنا. الو بهية، قولي لي يا بهية، انت سايبه يا اختي جوزك خارج متقمع على الاخر كده ليه؟ ايه عنده شغل؟ وتصدقي الكلام ده برضه يا بهية؟ اسمعي يا بهية، انا جوزي التاني كان كل يوم يسهر بره، وكل ما اساله كنت فين يقول لي كان عندي شغل. وتاري متجوز عليا بقاله سنتين. يا نهار زي بعضه، متجوز من سنتين. تسمح لي يا استاذ فاضل ادهلك كده ساده من غير القاب؟ ليه الشرف يا فندم. الله يحفظك. بصراحه بقى انا من ساعه ما شفتك قلبي انفتح لك. القلوب عند بعضها والله. بقى يا سيدي انا عندي شويه مشروعات في دور التكوين، عايزك تامن لي عليهم، انما ايه بقى بشروط كويسه قوي. هو طبعا كل بوليسه بتبقى مختلفه عن التانيه، انما تاكد سيادتك احسن شروط هتاخدها. شوف يا بشاره، فاضل هو اللي بيامن لنفسه مش ليك. من ناحيه دي اطمن خالص. ايوه سيادتك، تطمن وتحط في بطنك بطيخه صيفي. صيفي؟ بطيخه صيفي اجيب منين بقى البطيخه الصيفي دي واحنا في الشتاء؟ اتفضل يا استاذ بشاره. فين؟ اوصلك. انت في طريقي. العربيه دي اه المكشوفه، انت عاوز تعدل لي العافيه عشان شعري يطير واخد زكام؟ لا يا حبيبي. على مين؟ انا هركب مع عبد ربه. وعربيتك فين عبد ربه؟ يعني اتفضل الحقني يا اخويا. يلا هركب عربيه مكشوفه. ايه
طيب على طول لما انت ناوي تغيرك على طول مش كنت اخر مره تقول لما انت ناوي لما انت ناوي لما انت ناوي غيب على طول. شواها وادي اللي قشرها وادي اللي ايه اللي كلها يا غبي. انا برضو اللي غبي. We'll be right back.
الرعايه يا بنتي. أيظن أني لعبة بيدي؟ أنا لا أفكر في الرجوع إليه. دلوقتي في ناس بيجروا ورايا عايزين يأذوني. ناس عايزين يأذوكي؟ دي ليلة ايه المهببة دي؟ بقول لك ايه؟ ايوه بيه. ممكن تركني وتنزلي تروحي لحالك انت، انا لازم اروح دلوقتي. تروح ايه؟ ما اقدرش. ما تقدريش؟ شوفي بقى، انت اكيد عامله، انت قتلتي حد؟ لا بيه قتل، لا كله لا قتل، ماليش في القتل. مفيش في القتل؟ امال بيجروا وراك ليه دول؟ انا هقولك بعدين، ما احنا مع بعض. مع بعض؟ انا كان ايه اللي خرجني من بيتنا النهارده؟ راقب السكه يا بيه، بص كده راقب السكه. انا مالي ومالك، انا بايه ده؟ قول بيه ده، بصي قدامك هتودينا في داهيه. ايه ده بيه؟ ايه اهدى ازاي؟ كفايه اللي حصل، ومع السلامه انت بقى. يلا مع السلامه. فين رايح؟ فين يا بيه رايح؟ فين مروح؟ عندك مانع؟ هتسيبني كده؟ هسيبك انا؟ مالي ومالك؟ بقول يا بيه ربنا يخليك ويعمر بيتك كده. بقولي ما تاخد فيا ثواب وتاخدني معاك. فين بقى بيتكم؟ بيتنا؟ انت اتجننتي؟ ادخل على مراتي الساعه 3 الصبح وفي ايدي واحده ست؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ دي بهايه. يهون عليك، تسيب بنت غلبانة مسكينة في سني كده في الشارع وملقاش حد. مش مشكلتي. طب دي شهامة برضو؟ لا يا بيه. ايه؟ الله يخليك، ابوس ايدك. طب الحل ايه؟ اعمل ايه؟ الحل انك تحلي عن سمية. بقول لك ايه؟ شوفي لك شغلانة تاكلي بيها لقمة عيش بشرف، بدل ما انت بتعطي في الشوارع لغاية. يا خبر ابيض. ما انا هشوف بعدين. يا بيه يا بيه، تعالى اغسل بطنك. يا بيه عمايل بحوات صحيح. منك يا فاضل. منك لله يا ست افكار. مم.
طب يا فاضل الصباح رباح. صورة منى بنت عمك كامل الله يرحمه، دي كانت في آخر زيارة لهم في مصر، بعد كده سافر أمريكا ومات هناك. مش كانت مراته تيجي تعيش معانا هنا في مصر؟ وده معقول تسيب شغلها وأهلها وتيجي تقعد هنا؟ ما أصل عمك كامل الله يرحمه كان عنده لوكندا محترمة هناك، وهي اللي كانت بتديرها له، واللوكندا دي بقالها فروع في كل الولايات. يعني بنت عمك دلوقتي بقت مليونيرة. شوف يا ماما يا اختي، شبه الخالق الناطق وانا صغيرة. اصل والدتها كانت تحبيني قوي وكانت تقعد معايا بالساعات، هي بقى ترطن بالامريكاني وانا ارغي معاها بالعربي، هي ترطن بالامريكاني وانا ارغي بالعربي. ما فاتش 3 اشهر انما ايه، خليتها في العربي لبلب، نسيتيها الامريكاني. الله، طب وايه اللي خلى منى بقى تفكر تيجي تزور مصر؟ دم يحن يا ابني، وامها جوزت هناك وبتلاقيها اشتاقت بقى تعيش في وسط اهلها، ما تنساش انها مصريه. سامي، انا معتمد عليك، انا مش عايزك تشعرها بالغربه ابدا، انت وخطيبتك مسؤولين عن كده. خطيبتي. ايه مالك يا سامي، وشك اتقلب كده ليه؟ اسمع بقى، انا ما عنديش استعداد اخدم بنت اخوك، ومادام يا اخويا هي غنيه قوي كده ومليونيره وعندها الكندات كتير في امريكا، ما تخليها تفتح لها فرع هنا في مصر وتنزل فيه. بقى ده كلام يا بهيه، بقى يبقى بيت عمها موجود تنزل البنت في لوكندا؟ خلاص الجدعان، وشوف لنا شغاله من تحت تقطيع الارض. هو انا ساكت يا بهيه؟ ما انا كل يوم بعدي على المخدم. Thank you.
الفل. بدالي شوف لي دول كام باكو بسكوت كده بالصلاة على النبي. يبقوا خمسة. هات. صباحك قشطة. الخبر بوليس. خير؟ في حاجة؟ انت فاضل ابو الفضل؟ ايوة. في ايه؟ العربية دي عربيتك؟ اه. طب ممكن تفضل معايا؟ اتفضل فين؟ ابدا، خمس دقايق بس في الاسم. استنونا انا نازلة. استنوا. طب ممكن نروح بالعربية دي؟ اوي اوي مفيش مانع. طب اتفضل انت حر الصوت. حاضر يا فندم. اتفضل. هو ده الراجل اللي هربت معاه دليله، اكيد من رجاله ابو سريع. وراهم يا بصاص، وراهم. صباح الخير. صباح النور. الاستاذ فاضل ابو الفضل موجود؟ لا يا فندم، هو مش موجود، بس انا سامي. سامي ابنه. اهلا. انت منى. منى لازم. منى بنت عمي صح؟ منى. منى. منى اهلا وسهلا. منى الحمد لله على السلامه. تعالي تعالي يا ماما. ماما يا ماما. ايه يا سامي؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ مين انت؟ شغالة جديدة؟ شغالة؟ شغالة ايه يا ماما؟ شغالة ايه؟ دي منى بنت عمي بتاعت امريكا. منى يا حبيبتي يا بنتي، يا اهلا يا منى، يا اهلا، يا اهلا بالدرارات، يا اهلا بالسعد كله، اهلا يا حبيبتي، اهلا 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 بالحضن، في حضن طنطتك يا روحي. شفت بقى يا سامي؟ شفت؟ مش قايله لك منى شبه الخالق الناطق، قمر زيي. اقعدي اقعدي ارتاحي. ازيك كده يا منى؟ وازاي الست والدتك؟ كويسه يا ترى؟ لسه فاكره العربي اللي انا علمته لها ولا نسيته ونسيتهولك؟ العربي معقولة حد ينسى العربي؟ أنا بتكلم عربي كويس قوي. هتسمعي كده يا طنط؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟ يا را 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 لا 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 لا. امال يا حبيبتي فين شنطك وحاجاتك والهدايا اللي انت جايباها لنا؟ الشنط. الشنط والهدايا تخيلي يا طنط، حطيتهم على السير في المطار، على السير ده بتاع الشنط، جري وما شفتهمش. كبدي يا بنتي، ولا يهمك يا دنايا، عمك يجيب لك كل طلباتك. شفت الاسورة دي قبل كده؟ لا طبعا. طيب امال تبرر وجودها في عربيتك بايه؟ هي هذه المصيبه. انتوا لقيتوا دي في عربيتي؟ يمكن تكون وقعت منها. هي مين؟ اتكلم يا فاضل. منها لله البنت اللي
سقطت عليا من فوق. بنت وبتكذب ليه يا فاضل؟ ده انت من شويه بتقول راجل. معلش يا فندم، اصل حضرتك ما تعرفش بقى هي مراتي. الموضوع ده لو دخل فيه حريم يبقى هتنكد عليا قد سنه كده. انما تاكد حضرتك ان الموضوع حصل زي ما انا قلته لك. شوف يا استاذ فاضل، انت ممكن تقدم خدمه كبيره جدا للشرطه. احنا تحت امركم. البنت اللي بتقول عليها دي اكيد هتحاول ترجع لك علشان الاسوره اللي وقعت في عربيتك. لو حصل ده حاول انك تحتفظ بيها. البنت ولا الاسوره؟ البنت يا فاضل، الاسوره دي هنحرزها. البنت دي هي الخيط اللي ممكن يوصلنا للعصابتين وللمجوهرات المسروقه. فاهم يا استاذ فاضل؟ فاهم يا فندم، فاهم يا سياده المقدم. انا في خدمه الشرطه. انت ايه؟ في اي خدمة؟ فين البت يا فاضل؟ البت مين؟ ما تستهبلش. البنت اللي اسمها دليلة. دليلة مين؟ مش عارف دليلة مين. انا ما اعرفش غير دليلة واحدة، مرات شمشون. ده مش هيجيبها البر اتشلفطوا. خد بالك لا تشلفطني انا. فين دليلة يا فاضل؟ اتكلم. يبقى شلفطوا. يوجد كوي يا ولاد. مش ممكن يا طنط، انت دمك شربان زي العسل. عم فاضل عارف ينقي بصحيح نقاوه. الذهب دي يا طنط؟ يا حبيبتي 21. اسكتي، ده انا سختي كانت من هنا لحد هنا، بعتها ايام المخروبه الفيلا دي مع عمك. ماما ماما، منى جايه تعبانه من السفر، مفيش داعي لله. طب لما انت عارف ان منى تعبانه ما بتاخدهاش توريها اوضتها ليه عشان تستريح؟ اوضتك يا حبيبتي وضبناها وفرشناها وكلفتنا يجي 400 جنيه، احسبيها انت بقى شوفيهم يطلعوا كام دولار. خلصت عليه. بنت فين يا فاضل؟ بنت مين؟ ما تستهبلش عليا مال. البنت اللي اسمها دليلة. دليلة مين؟ ما انتش عارف دليلة مين يا فاضل؟ انا ما اعرفش غير دليلة واحدة بس، مرات شمشون. ده بينه مش هيجيبها البر، مش الفاطر. مش الفاطر معلمة، بس ده متشرفط خلقه. نستعدله ونعجينه. اتفضلي يا منى. اتفضلي. اتغيرتي خالص يا منى. ها؟ انت شفتني قبل كده؟ طبعا شفتك، بس في الصور بس، كنت قد كده. طبعا السنين بتمر والواحد بيكبر. فين لما الواحد كان صغير بقى كان لسه. الاوضه طبعا مش قد المقام، مش زي اوضتك طبعا، تلاقيكي عايشه بقى في قصر. طبعا طبعا، بس برضه هي مش بطاله والله، الحقيقه ظريفه ولونها فرايحي ظريف. حلوة. يعني حلوه جميله جدا. الا قولي لي يا منى، ايه اخبار الجماعه؟ جماعه مين؟ الجماعه يعني والدتك واخواتك وكده. ماما كويسه جدا جدا جدا، سلم عليكم. كان نفسها قوي انها تيجي تشوفكم وتزوركم وتقعد معاكم. الصوره دي حلوه جدا. انا فاكره شفتها فين يا ربي؟ شفتها فين؟ الجوكاندا موناليزا في متحف اللوفر في فرنسا. الواحد يا اخي من كتر ما بيدخل بيوت بينسى. بيوت؟ من كتر ما بدخل متاحف.
بهية. بهية عيون بهية. ايه ده؟ اللي عمل فيك كده؟ ايه اللي بهدلك بالشكل ده؟ قولي انت اتخنقت؟ انا برضو بتاع الخناق. امال ايه اللي عمل فيك كده يا راجل؟ انضربت. انضربت؟ يا لهوي، قولي مين ده اللي ضربك وانا اروح اضحضحه؟ جماعه حراميه طلعوا علي. حراميه؟ لا، وانت هتقعد قوم بينا نبلغ البوليس. لا 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 بلاش مشاكل، خلينا كده ماشيين جنب الحيط. اسكت، ما قلتلكش مش منى وصلت. منى مين؟ منى مين؟ منى بنت اخوك بتاعت امريكا وصلت. منى؟ وهي فين؟ فوق مع سام بيوريها اوضتها. ايه ده، تعال هنا، تريح فين؟ اهدل نفسك كده شويه، ما تطلعلهاش وانت مبهدل. ها اسمع، خد بالك، انا قلت لها ان الاوضه اتكلفت 400 جنيه. اوضه مين؟ الاوضه اللي منى هتقعد فيها بدل اللوكاندا. على مهلك، على مهلك، على مهلك، مش وش مش وش. ما تنساش زي ما قلت لك، 400 جنيه. نخش اكمل الاكل. خطبت وخطيبتي اسمها صفيه، وبعد ما خلصت معهد المزيكا بسنه بالظبط. ايه ده بنتي؟ بابا. عمو فاضي. انت ايه اللي جابك هنا؟ بابا ايه ده يا بابا؟ ده ايه اللي حصل؟ هو وبعدين ايه المعامله دي يا بابا؟ قصدي اقول يعني ايه اللي جابك هنا؟ انت كان لازم اطلع لك المطار. ميرسي ميرسي قوي يا عمو. وعيد وعيد. ايه ايه يا عمو مالك؟ ايه اللي شفضك كده؟ حادثة؟ حادثة. بأس عليك يا بابا. بقول ايه؟ قول يا حبيبي. انا لو سمحت سيبنا لوحدنا شوية، روح ساعد ماما في الغد. لا لا لا. ازاي؟ انا مش جعانة خالص، انا شبعانة. مش معقول يا منى، انت طبعا جاية من السفر وجعانة، حتى ماما عاملة ظلمة هتعجبك قوي. عن اذنك يا بابا. روح شوف الظلمة. سامي. تعالي هنا، انا هخليها لك ظلمة. تعالي هنا. انا عايز افهم ايه اللي خلاكي تتجرأي وتخشي البيت بالشكل ده؟ مش كفايه اللي عملتيه فيا من ساعه ما شفتك؟ دي برضه مقابله تقابلني بيها يا عمو. عمو الدبه، انت لازم تمشي حالا. بقول لك بنت اخويا الحقيقيه هتوصل من امريكا وتبقى مصيبه. بنت اخوك مين؟ هو انت ليك بنت اخ غيري؟ ما انا بنت اخوك يا عمو. يعني ايه؟ يعني مش هتعرف تتخلص مني. انا خلاص بقيت بنت اخوك رسمي قدام العيله الكريم، وانت ما انكرتش قدام سامي ابنك دلوقتي. انت اكيد مجنونه. بقول لك بنت اخويا جايه من امريكا. وماله تيجي؟ ما هو انت هتتصرف معاها يا عمو. عم الدبب، انا عايز افهم انت عايزه مني ايه بالظبط؟ بتحمى فيه، بستنجد بشجاعتك، جايه استخبى عندك تنجدني، مش تعملني المعامله دي يا عمو. انت يا حراميايا، يا قتلت الاوضه اللي بتسجدي بيا انا؟ ده انا بخاف من خيالي. ما هو عشان كده البوليس مش ممكن هيدور عليا عنك. ولو انت بقى قليت عقلك وبلغت عني هتبقى بترتكب جريمه لانك متسيطر على حراميات، ويمكن ساعتها انا كمان اقل عقلي واقول انك شريكي. انت مش كنت معايا ليلتها يا عمو؟ ده انت مصيبه. انا عارف ايه اللي حدفك عليا. طمن يا بيه، انا مش هقعد عندك غير كام يوم بس، لغايه ما الامور تتلم واروح لحالي. ها قلت ايه بقى؟ قولي لي، هو انت اللي اسمك دليله؟ محسوب. كان يخطر على بالك يا معلمه ان هعرف مكان دليله وبالسرعه دي كمان؟ بصراحه انت طلعت واد مجدع في الحكايه دي، بس انت وصلت لها ازاي؟ عن طريق بصاص ومفتاح يا معلمه، ما هو طول عمرهم يدلونا على اللي احنا عايزينه. بس المره دي فرقت معانا في التوقيت، سبقونا ورزعوا الراجل اللي اسمه فاضل ده على الاماتير. انا بس مش عارف يا معلمه طلع علينا الراجل ده منين. وانا مش عارف البيت دليله قدرت تاكله بالسرعه دي ازاي وتتفق معاه. الصبر جميل يا معلمه.
نصبر. احنا لازم نخرج دليلة من بيت الراجل ده. ما هي لابده يا اخويا في الفيلا ومش عايزة تخرج منها ابدا. ما احنا نخرجها يا ندخلها. عيني عيني هتخرج هتخرج 100% هتخرج. يعني هتعيش على طول في الفيلا؟ الصبر الصبر جميل. يا سارق من عيني النور نمت دقيقة تصحيني. يا سارق من عيني النور نمت دقيقة تصحيني. وبقالي كام ليلة ويوم ما دقيتين. لا ده ما ينفعش. انا لازم انزل اشوف بنفسي. طمط
طب ما انا مليونير اهو. عند سعادتك النهاردة في البيت بإذن الله. شرفت يا هاني. الله يشرف مقدارك. هو احنا بالحقيقة يعني كنا عايزين شغالة بأوصاف معينة واحنا هنرضيها على الآخر. سعادتك تؤمر واحنا علينا التنفيذ. نورت يا هاني. الله ينور عليك فاضل. أيوه. هو احنا مش هن هو فعلا لو سمحت المدام يعني كانت عايزة تشوف حد من اللي انت مرشحهم. انا كل اللي يهمني انها تكون مؤدبة ونظيفة وعلى خلق ومتحشمة وتفهم في شغل المطبخ والبيت، تغسل الصحون وتنظف وتحط الملايات في الشمس وتشوف الجنينة وبس. اطمني يا هاني، طلب سعادتك عندنا. ابعتيلي 8 من فضلك. حاضر. لا احنا عايزين واحدة بس. هي واحدة بس، بس نمرتها تمام. فاضل هي بتقول ايه؟ يعني بتسلم عليكي. ان شاء الله تسلمي يا اختي. يا ارض احفظي معاليكي. ما شاء الله تفهم في كل حاجة، ريكوردا فيديو اي شغل في البيت تخلصولك في سقمنا جميعه. انا لسه ناقل عقدها امبارح. هي غاليه شويه. اخ كام يعني؟ في الشهر 200 دولار. وجايه على نفسها قوي كده ليه؟ متهيألي مراتي مش هتعرف تتفاهم معاها. امرك نشوف غيرها. ابعتيلي 3 من فضلك. سنوره. كوندا دي بقى مهلوبه. هتشيل البيت شيل. انا وعلى كده عندها دبلوم في التمريض والتدليك. وبسلامتها هتاخد فيزيتا كام في الشهر؟ لا لا دي ارخص من الاولانيه بكتير قوي. دي غلبانه ووحدانيه ومقطوعه من شجر. يابا ايه ده يا فاضل؟ ليه كده؟ ليه كده بس؟ هو احنا عملنا لها حاجة؟ جرى ايه يا أستاذ؟ احنا كنا عملنا ايه يعني علشان جايب لنا واحدة تخوفنا وتراقبنا واتنشف الدم في عروقنا؟ هو كان ايه؟ الإنتاج المحلي خالص ولا ايه؟ بونجور يا فندم. اهلا وسهلا. ازمه شغالين اشتدت. فاضل ما هو اصل الجماعه اللي فاتوا يعني بصراحه مش في المواصفات، مش في المواصفات بالظبط. انا واثق ان مدام نوال هي اللي هتريحكم. لبلب لغات، اخصائيه مطابخ شرقيه وغربيه، استاذه في اداره البيوت. بس هي ليها شويه طلبات. بس لما نشوفها الاول. مدام نوال جنب حضرتك اهي. هي دي فاضل. بقول ايه افوت عليك بعد يومين احسن.
تشرف يا فندم واكون بالمره جهزت لك طلب تحت امر. طيب بقى معقول يا راجل؟ معقول مراتي تشغل واحده زي دي عندها ايه ده؟ فاضل ايوه استاذ فاضل. استاذ فاضل في مكالمه لحضرتك. لا يا فندم على التليفون الثاني. الو مين؟ ايوه يا عمي انا منى. منى اهي كملت. الو الو ايوه يا عمي مش سامعني؟ انا منى بنت اخوك. اهلا يا منى. وحشتني مصر كلها. انا خلاص هقعد هنا على طول ومش هبعد تاني ابدا. صحيح يا بنتي. مالك يا عمي في حاجه؟ انا محرج جدا مكسوف منك في نص هدومي. وليه ده كله حصل ايه؟ بس لازم اقولك الحقيقه. انا متاكد انك انت هتفهميني وتقدري موقفي. Thank you.
بهية بهية. ما هو شوف بقى يا صفات، انت لازم تشوف لك حال. احنا خلاص تعبت، نفسي نفسي عايز زي بقيه الستات احط مونيكير، احط كريمه في وشي، اقعد اتفرج على المصارعه الحره. ايه ده، شغل البيت ورايا على طول، ليل ونهار شغل البيت شغل البيت. اسمع، يا تشوفني شغاله يا حاسب لك البيت يضرب يقلب. خلاص خلاص، لقيت لك شغاله ممتازه. بتتكلم جد؟ هي فين ولادي؟ بس على شرط ايه؟ تعامليها كويس قوي. يوم ما انت عارفني طيبه وعلى نياتي. تعالي يا بنتي تعالي. دي الشغالة اللي اتفقنا عليها يا سي فاضل؟ هي. تفضلي يا بنتي. لكن احنا ما اتفقناش على كده. هو ده اللي موجود، الوحشين شاحين اليومين دول، وبعدين احنا فيها. لا خليها كم يوم لحد ما نلاقي واحده يكون فيها كل المواصفات. بقول ايه يا بنتي، انتي مش برضو تعرفي شغل البيت؟ يعني في التنفيض والمسح والكنس والطبيخ والغسيل واللازم انه اوف كورس everything. ايه طبعا كل حاجه. طب شوفي يا شاطرة، جنب المطبخ كده هتلاقي أوضة صغيرة مسروقة، حطي فيها حاجتك ودي بقى هتبقى أوضتك. وبقول إيه، شعرك حلو قوي، يا ريت تلاقي أشرب كده ولا منديل وتبقي تعصبيه. ها؟ أوكي. اتحركي. بقول إيه، يا ريت ننيمها فوق في الأوضة. بقول لك إيه، أصلها كانت شرطة إنها عايزة أوضة بحمام خصوصي. كانت بتشتغل عند سفرة وجماعة. هقول ايه؟ اوكي. ايه رايك بقى في اللحمة؟ ايوه كان جميل. بس صوتي كان جميل. لا لا لا، عارف يا بابا عملنا حتة لحم. ايه ده؟ انت مين؟ مين؟ انا منى. منيرة الشغالة الجديدة. انت شغالة؟ طب شغالة ازاي بقى؟ طب ازاي؟ زي الناس، بلاش لماضة. بقول لك انتوا اتأخرتوا ده ليه؟ جوعتونا؟ بقول لك ايه يا منيرة، انت روحي ساعدي بهي، ها؟ وجهزوا لنا الغدا بسرعة. اه يا عمو. ايه تروح انت فين انت كمان؟ ما منيرة هي اللي هتتصرف. بقول ده باين ان حضرتك انت اللي اتصرفت يا عمو كويس. بابا ايه؟ دقيقة لو سمحت. تعالى بقى قولي كده، ايه الحكاية بتاعت الشغالة الجديدة دي بقى؟ قولي بصراحة، وماما وافقت عليها ازاي؟ ها؟ دي غير مطابقة للمواصفات خالص. ما هو اصلي يا ابني بصراحة ازمة شغالين بقى، وما فاضلش غير الحلوين. الله يكون في عونك يا بابا. خمس دقايق هطلع اوضتي اجيب حاجة وجاي على طول. بقول لك ايه؟ كنتوا فين؟ منى هتقول لك على اذنك. منى؟ طب ازاي؟ منى انا يا عم، انا حمد لله على سلامة بنت اخوك يا عمو. اخطر حاجة فيكي انك ذكية. اصل اللي كانت بتعلمني في المدرسة كان اسمها خالتي مو ذكية. مدرسة؟ مدرسة ايه بقى؟ النشر يا عم. قولي لي الأول، ها انت وسامي كنتوا فين؟ كنا مع الاطفال ورحنا النادي وغنينا ورقصنا وهيصنا وضحكت، ضحكت من قلبي، حسيت اني زيهم. اول مره احس اني طفله واضحك من قلبي. الغدا جاهز.
تسلم ايديك يا بهية. وايديك انت كمان يا منير. سامي. طبعا. مش منيرة طلعت طيبة وبنت حلال وشطرة؟ يعني ولو انها مش ملحلحة قوي في شغل المطبخ، بس ما تخافش عليا بكرة حودكها لك. كفاية كفاية طبعا. انتي كولي وانتي معصعصة كده. طيب كتير ده. طب ايه رأيك نمدح لمنيرة تقعد معانا على السفرة؟ جرى ايه يا فاضل؟ هتقعد جنب مين فينا؟ جنبي ولا جنبك ولا جنب ابنك؟ ماما ماما أرجوكي عشان خاطري. ها تقعد جنبي يا طنط. فيها ايه؟ باين عليها بنت حلال. منى. نعم. كلي وانت ساكتة. حاضر. بابا أرجوك تصرف نظر عن الحكاية دي. طيب حد يقولها تاكل هي كمان؟ ما تخافش، هي هتعرف تغرف لنفسها كويس قوي. يعني اصلها جديدة ومش عارفة حاجة في البيت. ما تروى امال، ده انت ناقص تقولي ادخل انت المطبخ كلي جوه وتجيبها هنا مطرحي علشان تفتح نفسك. الله يسامحك. الحمد لله جت سليمة. ماما كانت هتفتح النيران واحنا على السفرة. لولا حضرتك لميت الموضوع وسكت. مش قادر افهم ايه المانع ان واحدة زي منيرة تقعد معانا على السفرة. مفيش مانع، بس في حالة ماما بقى يبقى في مانع. اللي انت عايز تتخانق بابا، ما تهدي الموضوع بقى. خناق ايه يا ابني وانا بتاع خناق؟ بس حرام البنت كمان. طيب اقول لك ايه الحكايه بقى بالظبط يا بابا بقى؟ ولا حاجه، بس اصل البنت اشترطت معامله خاصه وبهية وافقت على كده، واحنا لازم ننفذ اللي اتفقنا عليه. يا بابا ما تسيب انت الموضوع ده خالص لماما، يبقى من تخصصها. انت حتى طول عمرك ما تتدخلش في حاجات زي دي. ايوه يا ابني انا ما قلتش حاجه، بس اصلها خايف لا ترجع تلبخ وبعدين تشتكي، ما انت عارفها. ما هي دي ماما يا بابا اللي طول عمرها بتغير عليك بجنون، وانت بتحبها وما تقدرش تستغنى عنها، ورغم كل اللي بتعمله معاك ده برضه مستحملها. اصل يا ابني الحكايه اتلعبكت خالص، وانا بصراحه بقى مش قادر ولازم اقول لك على كل حاجه. يا كد كنت صغير مكررش يغير بدلة الحضانة والشرط القصير. منى أنا آسف جدا يا منى. أنت عرفت؟ بابا قال لي على كل حاجة. وأنا كان لازم أساعد عمي. منى أنا سعيد جدا إني أشوف بنت عمي بعد المدة الطويلة دي كلها، واللي يسعدني أكتر إني أشوف بنت عمي بتتصرف التصرفات الحلوة دي. أنا ما عملتش حاجة، وعلى كل حال هي تجربة جديدة ما كانتش تخطر على بالي. منى لو احتجتي أي خدمة أنا تحت أمرك. ده أنا اللي في الخدمة يا سيسان. ميرسي يا منى. صفية في حاجات كتير أنا عايز أقولها لك. أنا في حاجات ما أعرفهاش كتير عنك، وأنت كمان ما تعرفيش حاجات كتير عني، زي أفكاري طموحاتي. لا ما احنا هنعرف بعض بس لما نتجوز. أيوة صفية، افرضي يعني احنا ما حبيناش بعض. خلاص تبقى اسمتنا كده. كده؟ طيب صفية انت مقتنعة بيا؟ طيب صفية انا البنت اللي عايزة تشارك حياتي تبقى فيها حاجات انا بحبها، صفات حلوة، مثلا عقلها يبقى ناضج مثقفة. ما انا في الجامعة. ما انا عارف، مش معنى كده ابدا ان انت تبقى مثقفة. صفية انا عايز اعرف اهتماماتك انت ايه. انا مثلا بحب الشعر، بحب المزيكا، بحب القرايه. ما انا بحب المزيكا بس القرايه بتتعب نظري شويه. صفيه انا بحب الاطفال ونفسي يبقى عندي اطفال. ما انا هجيب لك اطفال كتير بس ما نتجوز. طيب thank you.
حد بأي خدمة؟ لا ده احنا جايين عشان التليفونات. ايوه بس التليفون مش عطلان. انت هتفهمي احسن من المصلحة. المصلحة قالت انه عطلاني على عطلان. ما تفورش دمك. هو ده؟ ايوه. الو 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 ايوه الو ايوه الو سمعت ايوه سامعني وشايفك شايفني تليفونكم كويس قوي اشوف الاريم لازم العيب من هناك لازم نشوف الاريم طبعا تبقى واضحه في الاريم لقيت الاريم انتوا بتدوروا على ايه شفت دليله فوق لمحتها بين السلم ايه ده انت واقفه ورانا اتفضلي اعمل لنا شاي اعمل لنا قهوه اعمل لنا سندوتش لحمه ممكن اشوف البطاقات بتاعتكم ايه ممكن اشوف البطاقات بتاعتكم ايه انت معاك بطاقه معايا طور التموين انا ما معيش طب نشوف السند السلام عليكم ايوه ايوه نعم ايوه سامعك منى مالك يا منى في ايه؟ مفيش حاجة شكلك متغير زي ما تكون متضايقة حيرانة في حاجة؟ ايوه فيه طب قوليلي اقدر اعرفه عشان اقدر اساعدك مهتمة قوي باللي شاغلني طبعا يا منى طبعا اصلي مش عارفه اطبخ لكم ايه تحبوا تاكلوا باميه ولا فاصوليا اي حاجه من ايديك الحلوه دي اكل صوابعي وراها لا تجيب لي شوكولاته ولا بلاش يا ولا روح ارجع البطاطا ولا بلاش يا ولا يا ولا باي باي يا ابن عمي الشوكولاتة ساحي راحت مطرح ما راحت يعني هيا هيا منى ايه الاخبار عندك طمنين هي حصلت يجوا لغايه البيت يظهر المشاكل هتبتدي بس انا خايفه قوي يا عمي ده شكلهم ما يطمنش ابدا لا لا دول اكيد راجعين تاني انا متاكده ايه ده انت بتعملي ايه عندي بتكلمي مين يا استاذ بقول لك النمره غلط وبطل المعكسات دي انت يا اختي هتفضلي واقفه لي هنا وسايبه الدنيا جوه تضرب تقرب ولا الاطباق اللي ماليه المطبخ متلتله مين اللي هيغسلهم انا خلاص يا حبيبتي دهنت صوابعي كريمه ومش هقدر اغسل الاطباق اتفضلي اغسليهم اوكي تعالي هنا انت ناويه كده ان شاء الله تغدينا ايه النهارده قفي وش ايه زي ما حضرتك عايزه اه اعملي اللي يطلع من ذمتك المهم ما تنسيش الغسيل ها تلم البيضات كلهم وملايات السرير وما تنسيش اكياس المخدات وبالذات الاكياس الصغيره مفهوم اوكي تعالي هنا يا دنار كلمه كده نصيحه لوجه الله لما حد يكلمك ما تبقيش تقولي له اوكي 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 لا قولي حاضر من عينيا على راسي اوكي سيادة المقدم ممدوح فؤاد موجود؟ أنا فاضل أبو الفضل. حضرتك؟ أهلا يا فندم. بخصوص الموضوع اللي أنتوا كلفتوني بيه أنا خايف. خايف أوي.
اصلهم مش كفايه ضربوني من يومين، لا النهارده بقى دخلوا بيتي جوه. نعم انتوا عارفين ده كله وساكتين؟ طب ليه؟ هو لو سمحت يا فندم، في حاجه قلقاني شويه. الليله دي انا والعيله معزومين عندنا سايبه. الفيلا هتبقى فاضيه؟ اروح وانا مطمن. خلاص هروح وانا مطمن وحاطط في بطني بطيخه صيفي كمان. انا شايفه مده الخطوبه لازم ما تطولش اكتر من كده، ولا ايه؟ ما هي يعني عندك حق يا نبويه هانم. انا بقول نحدد تاريخ كتب الكتاب. يلا بقى خلينا نفرح بالعروسه وام العروسه بهيه. عيون بهيه. واحنا هنتجوز ولا الاولاد؟ ما نسيب حكايه تحديد التاريخ دي لاصحابها، ولا ايه يا عبد ربه؟ احنا قدره يا فاضل بالاصول، ومحدش يعرف مصلحتهم زينا، واختي معاها حق. هما الاولاد راحوا فين؟ ايوه صحيح، الاولاد راحوا فين؟ في الجنينه. صفيه اتفرجوا عليها. مش بطاله والله الجنينه بتاعتكم برحه وكبيره. يا سلام بقى في الحته اللي في الوسط دي يا سامي، على فسقيه ولا مغطس؟ مغطس بسين حمام سباحه هتبقى جميله خالص. دخلي عبد ربه ما يرضاش على حاجه زي كده ابدا، ده عايز يبني سلاملك في الحته دي. الحمد لله على سلاملك. ايه رايك يا سامي؟ مش برضه حمام السباحه في الجنينه يبقى حلو؟ طبعا طبعا يبقى حلو جدا، وهيعمل تغيير كبير جدا في الجنينه. طب وهي يعني كده وحشه؟ محدش قال انها وحشه يا صفيه. سامي شايف ان الحمام هيدي وسع للجنينه ويحليها. دي حتى ماما بتقول ان الحمام ولا الفاسقيه بيخلوا الجنينه زي النوادي. طب ده راي ماما وخالك، رايك انت ايه؟ ما انا قلت رايي. لا بقى ما قلتيش. ما هو راي ماما وراي خالي هو رايي. يا حلاوه، راي ماما وخاله يبقى رايي. اهو انا بقى هموت واعرف راي عم فاضل في الحكايه دي. يبقى النهارده يا عبد ربه يا اخويا الدنيا غير زمان. اي نعم الدنيا اتغيرت بس للأسوأ. اي زوجين النهارده ان ما كانتش طباعهم متوافقه بنسبه 50% على الاقل، حياتهم تبقى طاقه. فاضل، ايه الكلام انت بتقوله ده يا فاضل؟ احنا جيلنا ما عرفش حاجه زي دي. الحياه الزوجيه مسؤوليه وواجبات ومشاركه. انا ما قلتش حاجه، بس مشاركه في حدود تنازلات ممكنه من الطرفين. قصدك ايه؟ علشان يقدروا يواجهوا الحياه ومتطلباتها. انا عطشانه نفسي اشرب حاجه ساقعه. ايه رايكم يا جماعه لو صفيه تقوم تجيب لنا حاجه ساقعه من جوه؟ مفيش مانع، يلا يا صفيه قومي جيب لنا حاجه ساقعه من جوه. نعم يا سامي. وليه منيره ما تجيبش؟ يا منيره تعرف تجيب حاجه من بيتكم؟ قومي يا شيخه قومي، انا هاجي معاكي. يلا الجو جميل قوي. جميل قوي فعلا. نفسي اسمع مزيكا هاديه. صحيح هاديه عينيا. بيخلي للحياه الزوجيه طعم تاني، ما اقولكيش بقى، بيخلي الواحده تستحمل بلاوي كتير. الحب بيجي بعد الجواز. واذا ما جاش يا حبيبتي؟ هتبقى عايشه بقى والسلام. يا خبر، دي تبقى واكسه على الاثنين. بهيه عيون بهيه. دمك خفيف جدا يا صفيه والله. ايه اللي بيحصل ده؟ صالت يا سامي، هي حسيت يرقص مع شغالة؟ بيرفع من روحها المعنوية. لا بس أنا ما بقاش اللي بيحصل ده. معاكي حق، البنت حلوة بتعرفي ترقصي. راسي أوني لك إيه؟ اهدى يا سامي.
هي حصلي كمان ترقص مع الشغالين؟ لا يا سامي مالكش حق ابدا. ده معناه انه هيحصل كده بعد الجواز. انا لازم اقول لخالي. يا خالي اهي طبلت خالي. يلا طبلت بقى منى. المصيبه ان ماما ما تعرفش حقيقتك انت تبقي مين. طب والعمل؟ عارف بقى. ايه يا جماعه عملكم؟ حصل خير وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هو فعلا خير لنا. الدنيا غنوه نغمتها ايه يطلع حلوه. احنا اللي انتين. مين؟ ايوه انا عمك فاضل. اهلا يا عم اتفضل. ممكن اعرف منك ايه اللي حصل بالظبط في بيت الاستاذ عبد ربه؟ سامي بيحب بنت عمه، كان لازم اساعده. وفي حد منهم طلب مساعدتك؟ مش لازم حد يطلب مساعدتي، انا شايفاها ومحاسه بيهم. ما كانش ممكن ابدا اسيب سامي يتجوز واحده غريبه عنه وهو متعلق ببنت عمه. ايوه بس هو بس انت مش ملاحظه انك اديتي لنفسك حقوق مش بتاعتك؟ اللي حصل بقى اعمل خير وارمي البحر. اللي انت عملتيه ده انت معتقده انه خير؟ طبعا. الا اذا كنت حضرتك بقى زعلانة على العروسه الغنيه وخالها. لا 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 يا بنتي لا لا. الفلوس مش كل حاجة. واللي يعمله ربنا فيه الخير بقى. صباح الخير. وانت من اهل. انت لسه صاحية؟ اصلي مش جايلي نوم. ما تيجي تقعدي معايا. انا كمان مش جاي لي نوم. تعرفي عمك فاضل ده طلع راجل زي السكره. يا بختك بيه. يعني انا لو كنت اتولدت في بيت زي ده وكان لي اب وام زي عمك فاضل وطنطك بهيه ما كانش بقى ده حالي. انما هتقولي ايه؟ بخت. انا نفسي اسالك سؤال هاوي قوي. اسالي. انت حكايتك ايه؟ ياه حكاية طويلة قوي. يضايقك لو عرفها؟ بالعكس طول عمري كان نفسي يبقى لي أخت زيك ارتاح لها اتكلم معاها واشكلها وجعتي تفهمني وتحس بيا. أنا اتولدت في بيت فيه 11 عيل. أبويا وأمي ما كانوش بيعرفونا من بعض. العيل اللي كان يتم 5 سنين كان لازم يخرج يشتغل. لو واد يشتغل صبي في اي محل ولو بنت تخدم في البيوت. وانا جه حظي بقى مع واحده الله يسامحها بتضربني ليل ونهار بسبب ومن غير سبب. عشت عندها مده طويله قوي في خوف ورعب لحد ما قدرت اطفش. طفشتي رحتي فين؟ ابدا ما رحتش. دخلت المدرسه مدرسه النشر النموذجيه لصاحبتها خالتك ام زكيه. بس برضه ما قعدتش كتير. قابلت الواد بصاص ومفتاح. بيني وبينك لقيت ان اعرفهم ارحم من الشغل لحساب ذكي. سبتها واشتغلت معاها. يا خسارتك. ده انت حكايتك حكايه ولسه ما خلصتش. على كده بقى تلاقيكي عندك فلوس كتير. هو يعني تقدري تقولي عندي وما عنديش؟ يعني انا باللي معايا مليونير. لكن لحد بقى ما تفرج واصرفهم تقدري تقولي مليونيرة حافية. ايه يا بنتي الهلكة دي؟ صباح الخير يا طه. يا حلاوة
عجلة ما بتمشيش، جبتيها منين دي؟ عم فاضل هو اللي جابها لي عشان العب عليها رياضة. رياضة؟ هو انت يا بنتي ناقصة رياضة؟ ما انت من صباحية ربنا في اوضتك سامعاكي واحد اتنين هوب هوب هوب، وبعد كده نزلتي جري على الجنينة وهاتي الف حوالين الفيلا لما نفسك اتقطع. لازم كده يا طنط، انا ابتديت ادخن من قلة الحركة. انت ما بتتفرجيش على التلفزيون؟ ما بتشوفيش الستات بره بيعملوا ايه؟ بيمشوا ويجروا ويركبوا عجل، ده في ستات دلوقتي بتشيل حديد. ودول ستات دول ما كلهم جلد على عظمه، معسعسين زيك كده. يا طنط دي اسمها رشاقه، الموضه دلوقتي كده، لازم الست تبقى رشيقه. موضه؟ الله يرحم ايام زمان، اما كانت الموضه ان الست تبقى زي التخت روان، تقعد ما تقومش الا لما يسندوها سته. زي الفيلة وزلومة. زلومة؟ يا طن الواحدة لازم تمشي حسب الموضة. الكلام بتاعك ده كان زمان، يعني حضرتك مثلا حلوة وجميلة وزي القمر، شوية بس تمارين رياضية وتفرجي، إما كنتيش تقولي الملكة جمال العالم قومي وأنا أقعد مطرحك يبقى لك الكلام. يا أختي ملهم، ايه في حاجه كده بقى؟ تقري شعر بالانجليزي؟ ده كتابك واخده من اوضتك. اسمعي بقى، انت مكانك هنا غلط، مش ممكن يكون مكانك المطبخ ابدا. يلا تعالى انا عايز اقول لك على حاجه. سامي تعالي بس، تعالى سامي بتعمل ايه؟ سامي طب تبعي شكلي مجنون. تعالى انا لازم اكمل الدور، انا وعدت عني. اسمعي انا لازم اقابلك بره، في حاجات كتير عايزه اقولها لك. في الحقيقه انا مشغوله خالص، اصل شغل البيت واخد كل وقتي. الايدين دي ما اتخلقتش عشان الحاجات دي، الايدين دي اتخلقت عشان كده وبس. عيب يا سيدي. ايه ده يا طنط؟ ايه ده؟ هايل هايل يا طنط، برافو برافو، كمان اسبوع وتتفرجي. واحد اتنين واحد اتنين، يلا طنط اجري اجري اجري، وديني يا ماما وصلني وصلني يا ماما وصلني، ده حبيب الروح مستني. لا 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 لا، هو انت فاكره ان انت اللي بتشتغلي عندنا؟ لا 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 لا، السلام يا السلام يا منى، قد ايه انا سعيد لما عرفت الحقيقه من بابا. انا لو ما كنتش عرفت الحقيقه من بابا كان زماني انا طقيت. لا اوعى الطق. ليه؟ استنى لما خطة عم تتم على خير وبعدين ابقى طق زي ما انت عايز. اه يا بهية، عيني عليك يا بهية، يا مدغدغه يا مفتفته يا بهية. ايه حكايتك بالظبط؟ لسه رجلك وجعاكي؟ قطعت البسكليته واسنانها يا اخوي، رجليا متشنجه متكلبشه كده، عامله زي بتوع الكوره لما يتلقحوا كده هو يناموا على النجيله ويتصلبطوا ومش قادرين يقوموا، بس دول بقى عندهم بتوع العلاج الطبيعي. انما انا حصل عليا، يا عيني عليك يا باي، يا اللي ما فيش حد يسال عليك يا باي. خلاص خلاص اديني رجلك اللي بتوجعك. لا الاثنين يا اخويا. واحده 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 واحده. لا كده بتكسرها يا فاضل، اعدلها يا فاضل. ايه كده؟ لا كده عاجبك ولا كده عاجبك، انت عايزه ايه؟ عاوزه خبير مدرب يرسم لي خطه للتدريب. لا ونعمل لك ماتش اعتزال ونزيعه على الهوا. ايه اللي انت فالح فيه؟ هو انا يا اخويا كنت ابتديت لما عايزني اعتزل؟ خلاص انا حنان هتخمد، هي كانت خمد ما اقوم، يا رب اموت عشان ترتاح من بهية. ورب بهية بهية عيون بهية. تصبح على خير وانت من اهلي. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي.
عليا تبقى واقفه طول الليل قدام الحوض تغسلي المواعين وانا ارتاح وانام. يا سلام عليك يا عمي وعلى رقتك، ربنا يخليك ليا. اتفضل دلوقتي حضرتك تدخل ترتاح وتنام. لا يمكن، يلا عنك انت شويه وديني المرياله بتاعتك. يلا. يعني انا تعبانه قوي يا فاضل، متغدغه يا اخويا فاضل. بنتي يا حلوة يا روح قلبي أنا تعبتك معايا. شايفة نشاط كل يوم بالليل هنزل ونعمل نفس الحكاية. بس أنا خايفة أكون بتعبك. تتعبيني الدنيا المساعدة كده كده برضو يا فاضل. انت اللي كنت عامله حسابه، انت اللي كنت خايفه منه. ومع مين؟ مع الست الشغاله بتاعت اوكي. بهية قدامي قدامي بهية. ايه بفرج؟ اسكت انت ولا كلمه. ليك عايز تتكلم؟ ما انتش بتشوف من نفسك واحد في سنك يعمل العمليه دي. افهمي انت الشيء. افهم ايه؟ اصحى فهمني. ايه ما شفت بعيني؟ ما حدش قال لي، ما حدش قال لي. شايف شايف مش شايف المريله اللي انت لابسها؟ ما انتش مكسوف يا سي فاضل يا ابن الافاضل. انا يا ابني في الفنة هنا علشان ابقى في وسط الناس الزواج. طب انا بقى ايه ما فرجت عليك الناس؟ انا رقعت بالصوت وقلت لهم يا خلوهم سامي الغالي. مالك يا ماما؟ في ايه؟ شفت ابوك يا سامي. مالك؟ شفته بعيني ما حدش قال لي. نزل له مقصوفه الرقبه بتاعت الاوكي وعمال يغسل معاها الصحون. طيب يا ماما وماله؟ فيها ايه؟ تبهدليها بالشكل ده وماله؟ طب انا هطلع عيني. ايه رايكم انها مش هتقعد في البيت ده ولا دي يا واحده؟ بهية البنت دي مش هتخرج من البيت الا على جثتي. سامع ابوك؟ ايوه، وعلى جثتي انا كمان. ايه؟ لا يا ما اتجوزها وانت مداري عليه. بهية الصوت ده من عند بهية. يا ترى بيتخانقوا ليه؟ يخيبك يا بهية، طول عمرك مخك زانخ، مخك ظلم. ما تأخذنيش يا دنايا. اوعى تزعلي من طنطتك بهية. ودي راسك. اوعى تزعلي مني، مع اني كان قلبي حاسس اقول البنت دي شبهي وانا صغيرة. معلش يا اختي ما تزعليش مني يا اختي. زمانك جهنة وتعبانة. سامي. ايوه ماما. قوم اعمل سندوشة كفتة وكوباية شاي وطلعها لبنت عمك. حاضر. اطلعي يا اختي انت ارتاحي في اوضتك. يلا يا منى. يا دنايا. فاضل. بردون يا فاضل ما تأخذنيش. اخ منك. فوتي قدامي على فوق. اوكي. Thank you.
أزاور، غوايش، خواتم، سلاسل، ذهب. أساور، غوايش، خواتم، سلاسل، ذهب. أساور، غوايش، خواتم، سلاسل، ذهب. مجوهراتي، أحلام حياتي، أمنياتي ومشروعاتي. مشروعاتك؟ أنت عندك مشروعات؟ أولاً هشتري فيلا على شاطئ البحر مطلة، وأعملها مصيف للشلة من صحباتي وزميلاتي. أنت ليكي صحبات؟ الذهب وبريق الماس، والفلوس بتلم الناس، إيدي بالسولة تلتنداس، والكل يطلب سلاماتي. وثانياً؟ ثانياً هفتح لي حساب واشتري من باب للباب، يعملوا لي ألف حساب وينفذوا لي طلباتي. وثالثاً؟ ثالثاً فرحة قلبي لما أشوفك هنا جنبي، كل الأموال وحبي هتبقى ملكك يا باباتي. هشتري لك عربية لا عاوزة بنزين ولا مية، إلكترونية نووية، ونهرب سوا بفلوساتي. عايزة تهربي؟ ايه؟ بتستغربي؟ ايه؟ دي فلوسك دي؟ ولا فلوس مين؟ لو سألوكي جبتيها منين؟ مين يسألني؟ مين يحاسبني؟ مين يتجرأ يستجوبني؟ أنا. أنت؟ أنت مين؟ أنا ضميري شايف مصيرك، ظلمت نفسك وظلمت غيرك. اصحي وفوقي، ده الخوف وراكي، ماشي متابعك، عايش معاكي، عايش معاكي. لا فلوس هتنفع ولا حب يرجع، وعيش حزينة مع ذكرياتي. لا فلوس هتنفع ولا حب يرجع، لا فلوس هتنفع ولا حب يرجع. من حيث سمعني أنا أسمعك. أنت دي أجمل لحظة في حياتي، دي أجمل لحظة في حياتي، دي أجمل لحظة في حياتي، دي أجمل لحظة في حياتي. مش ممكن.
انا دخلت البيت ده اتحمى فيه بالرغم من كل الاذيه اللي تسببت فيها ليك والعم فاضل، حملتوني بحب، لقيت معاكوا هنا العيله اللي اتحرمت منها، الامان اللي عمري ما حسيت بيه ولا عرفته. مش ممكن افضل عشان اتسبب لكم في اذى اكتر من كده. كمان انا زمايلي خلاص عارفوا مكاني، مش عايزه اسبب لكم مشاكل، لازم امشي. اديهم اللي هم عايزينه. مقدرش يا منى، انا لو اديتهم المجوهرات دي هبقى ما عملتش حاجه، هبقى لسه دليله. حرامياي زي ما بيقول عمو فاضل. وناويه تعملي ايه؟ خدي دول يا منى، اديهم لعمو فاضل، خليه يبلغ البوليس عشان مفتاحه وبسرعه يبعدوا عن طريقه. دول مين دول؟ دول زمايل اللي كانوا زمايل. اشوف وشي في خير يا منى. هتوحشي. دليله عشان خاطري ما تسيبناش، ارجوك يا منى سيبيني امشي. دليله اشوف وشك بخير يا منى. لازم نخرج من الفيلا ودليلة في ايدينا. المجوهرات اهم من دليلة يا مفتاح. بس على الله تراقب الطريق كويس وما تخليش ابو سريع يسبقنا زي كل مرة. عيب، انا البصاص اراقب السكة من الغرب والشرق والشرق والغرب. زمانهم ناموا دلوقتي وشبعوا نوم، وحنجيب البت دليلة من شعرها. يكون في معلومك انا مش عايز اي تصرف ارعن. بلاش عليا يا ابو سريع، هو في حاجه برضه تستعص عليا؟ ده انا مرهومه. قربنا نوصل الفيلا. صحيح يا معلمه. ايه مالك؟ ابتديت تخاف ولا ايه؟ ما اكدبش عليك يا ابو سريع يا معلمه، افرض يعني صرخت ولمت علينا الناس، ها؟ هو احنا هنسيبها تصرخ برضه؟ جمد قلبك يا اخي، خلينا نخلص من الشغلانه دي. الله. حاضر. حاضر يا معلمه. Thank you.
المسدس اللي معاك فيه كم طلقة؟ حوالي 10. بتسأل ليه؟ ما تسألش. طب أفهم. ما تفهمش. لو حاولت تفهم هفرغهم في دماغك. فاهم؟ لا مش فاهم ومش عايز أفهم. ألو مين؟ ده وقت وست أفكار. عايزة إيه؟ عايزك صحي يا أخويا. قوم شوف اللي اتسرق من بيتك. حرامي شايل زكيبة ونازل بيها. إيه؟ حرامي؟ بهية بهية حرامي بهية حرامي بهية. اثنين ابو سريع اربعه ابو سريع انت الصياح الصياح مستني اسلكي يلا مفيش وقت تام يا بصاص 17 ونص ابو سريع اسكت ابو سريع لا ما تحبش انا بسرعة بالمجوهرات يلا انزلي انت مش هتيجي معايا مالكيش دعوة بيا انزلي النور منور وتلاقيهم كلهم صحيين تعالي قولي لهم مع السلامة وبعدين يبقى امشي وبعدين معاكي منى اهي سليمه الحمد لله ما فيهاش حاجه والبوليس خلاص قبض على العصابه ومجوهرات وانا خلاص تبت زي البلنت اشوف وشكم بخير دليله اجيب لك لقمه تاكليها يا بنتي سلام عليكم بالسلامه